مرحبا. في هذا الدرس سوف نرى ثلاثة من الأحرف أو الأصوات في اللغة السويدية التي لا توجد في لغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية. الحرف الأول هو على هذا الشكل وعليه ما يشبه السكون في الأعلى، وهو ينطق كما ننطق هذين الحرفين في كلمة أو الاسم الإنجليزي Paul. All. لاحظ Paul. أما الحرف الثاني فهو أ وعليه نقطتين، وينطق مثل هذين الحرفين في الكلمات الإنجليزيتين hair أو pear. لاحظ hair pear أما الحرف الثالث فهو أ وعليه نقطتين، وينطق كما ننطق هذين الحرفين في الكلمة الإنجليزية heard أو bird. لاحظ heard